خاص الطريق وخاص الغاز هذه هذه هي. وهذه المنطقه تسمى راه ميته مش حوجه، راه ما كانش يحوس ليها كاع والو والو. إذا كان صارت فيها معركة يتفكروها، إلا ما صارش فيها معركة ما يتفكروهاش. هذا هو كلام، هذه الأولى هذه الأخرى، هذه هي. حنا طريق الماء الغاز ما كاينش من فوق، وخاصة طريق، الطريق ما كاينش كاع. نحن كمواطنين من بلدية سواقد فرقة واد حلبان، نوصلوا هذا الميساج للسيد الوالي، نقول له شوف قاعة العلاج ملي نشفوا هي مسكرة. مغلقة منذ أكثر من 20 سنة، يمرض لنا طفل صغير كيما هذا وين ندوه؟ يمرض 12 تاع الليل وين ندوه؟ دول السواقي، دول بني سليمان، دول الجواب وين ندوه؟ الملعب رانا نستناو ما كان والو، هاوليك ماتيكو خاسر كاع، ما لقيناش احنا كشباب وين نروحو نلعبو. صدقني يعني المنطقة سبب الهجرة نتاعها كانت العشرية السوداء، هذه واحدة. سبب قبل العشرية السوداء هو الحرمان. بالنسبة للمنطقة الحاجة اللي راها مضرورة هو الغاز الطبيعي. أما المكان هذا اللي رانا متواجدين فيه، يعني جبنا إذاعات، جبنا كتبنا في جرائد، تكلمنا، الإعلام ما يرفعوهاش، ما عدا نهار سي الأخضر يرفع الإعلام هنا، ولا قاعة علاج الإعلام ما فيهاش. مؤسسة عمومية الإعلام ما كانش فيها. حتى الماء اللي موجود هنا ما هو صالح للشرب. ما يطيبش، الناس راهم يجيبوا الماء من أماكن واحدة أخرى. ما عندناش لاسيليسمو، الماء ما كانش ناقص، الطريق، الغاز، صوالح فيها بزاف، خاصة بزاف. نداءنا يكون الرئيس البلدية إنسان رجل طيب ونعرفه وشاب ورانا طامعين فيه، بها يكون التفات لهذه المنطقة.